كتب النصر. الصراع العربي الإسرائيلي، مذكرات الفريق عبد المنعم واصل. بعد خبرة 34 عاماً من العمل في صفوف قواتنا المسلحة، سجل الفريق عبد المنعم واصل ذكرياته ومذكراته عن الحروب التي خاضها في كتاب حمل عنوان الصراع العربي الإسرائيلي. قدم من خلاله سرداً موثقاً للمعارك التي خاضتها مصر في سبيل مواجهة العدوان حتى تحقق لها نصر أكتوبر العظيم. حصل الفريق عبد المنعم واصل على وسام نجمة الشرف العسكرية، وشارك في لجنة كتابة تاريخ حرب أكتوبر، وتولى الإشراف على العديد من المراجع العسكرية التي تناولت حروب مصر في العصر الحديث. في مقدمة كتابه أوضح الفريق واصل أنه اعتمد في تسجيل وقائع الحروب والأحداث التي لم يشارك فيها بشكل مباشر على مصادر ومراجع موثقة، واستفاد من مذكراته اليومية في الحديث عن الحروب التي شارك فيها، وأبرزها قيادته للجيش الثالث الميداني في حرب أكتوبر. وفي الباب الأول استعرض المؤلف نشأة وجذور الصراع العربي الإسرائيلي، وسرد في الباب الثاني أحداث حرب فلسطين عام 1948 والدروس المستفادة منها، ثم أوضح الموقف السياسي والعسكري لمعارك العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. وفي الباب الرابع أسهب الفريق واصل في تقييم الأداء العسكري العام في حرب يونيو عام 1967، خاصة أنه شارك فيها بقيادة اللواء 14 مدرع مستقل. وخصص الفريق واصل الباب الخامس للحديث عن جهود تطوير الجيش المصري وبطولات حرب الاستنزاف التي اعتبرها أول حرب لم تكسبها إسرائيل، كما أفرد مساحة واسعة لاستعراض عوامل نجاح خطط حرب أكتوبر وأثر الانتصار العظيم في وضع حد لأطماع العدو.